أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني أن ردود الفعل من نواب وناشطين كويتيين حول بيان الإخوان الذي يطالب الكويت بعدم تسليم أعضاء الجماعة المحكوم عليهم في مصر إلى بلادهم يعكس إدراك عدد كبير من السياسيين حجم المخاطر والتحديات في المنطقة وليس في مصر أو الكويت، وهذا أمر متوقع. جاء ذلك في ردود القوني على أسئلة الصحفيين في الاحتفال الذي أقامه مكتب الاتصال العسكري المصري في الكويت الليلة قبل الماضية بمناسبة الذكرى 46 لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن هذا النصر يجسد أروع معاني التلاحم بين البلدين في ظل علاقات النموذجية وكذلك التضامن العربي، وبالتالي فأن 6 أكتوبر يمثل يوم العزة والكرامة واسترداد الأرض ليس للمصريين فقط وإنما لكل الأمة العربية. وفيما أعاد السفير المصري إلى الأذهان النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في أغسطس الماضي، أكد استمرار العمل لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى القاهرة نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تتضمن المباحثات التعاون الثنائي وخصوصا الاقتصادي ومراجعة عدد من القضايا المشتركة، منوها إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وردا على سؤال حول التعاون الكويتي المصري في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا تسليم أعضاء خلية إخوانية مصرية إلى القاهرة، أكد القوني استمرار هذا التعاون منذ فترة وهناك قناعة من البلدين لمواجهة هذه التحديات وسيتواصل التنسيق لما فيه مصلحتهما، وحول التفاف الشعب المصري حول قيادته وجيشه لمواجهة ما يثار في مصر. قال السفير المصري: هناك إدراك ووعي كبير لدى المصريين للمخاطر التي تواجههم وللجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لمواجهة هذه التحديات والمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي وإنجاز المشاريع الضخمة، ولمسنا الحرص من الشعب المصري في استمرار هذا المسار وعدم الانجراف وراء شائعات أو مزايدات من هنا أو هناك، وهذا الموقف من الشعب المصري تجسد بكل وضوح في الوقفة التي وقفها مع القيادة السياسية وأحبطت كل محاولات الفتن. وعلى صعيد البدء في الهدم والانتهاء من بناء السفارة المصرية الجديدة في موقع الحالية، قال القوني: انتقلنا حاليا إلى مقر مؤقت وسنبدأ في المشروع، ولكن لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من التشييد لوجود اعتبارات عدة، ونتمنى أن تتم العودة إلى المقر الجديد في أقرب وقت ممكن. Thank you.